في حديث العرب من مصر، كيف نحمي تاريخنا من التشويه؟ المصريون صنعوا التاريخ، لكنهم حين أهملوه وتركوه للآخرين شوه الآخرون وقائعه وزيفوا أحداثه، كل حسب مصالحه وأهدافه. الدكتورة مريم عياد، أستاذ المصريات في الجامعة الأمريكية. الحضارة المصرية ولماذا هي الآن في بؤرة الاهتمام في العالم؟ ممكن عشان أقدم حاجة وعشان أكبر حاجة. الأهرامات عاملة سحر للعالم كله. كيف نحمي تاريخنا من الأكاذيب ومن التشويه؟ وكيف نواجه ما ينتجه الغرب من أفلام وروايات وأعمال فنية تزيف تاريخنا؟ مشكلة كليوباترا إن كليوباترا إحنا عارفين أصلها كويس قوي. عن تاريخنا وكيف نحميه، عن المرأة المصرية في مصر القديمة، عن ملكات وأميرات مصر في عصرها الذهبي. حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.